البيت والحرم والروضة الغناء فيها الطهر والكرم هنا المقام هنا الحطيم حيث الجرح يلتئم هنا حنيات البيت وكل الخلق تلتئم وممسكون بباب الله ملتزم حيث الخطايا وكل الذنب يغتفر يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة يا واسع الجود والكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء مرة أخرى، ونرحب بمعالي الدكتور محمد عبد يماني لنواصل ونتواصل مع معاليه في رحلتنا الشيقة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طويل العمر، يعني غدا إن شاء الله الفتح. كيف بدأت غزوة الحديبية اللي هي قبل الفتح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام البررة. في الحقيقة أنا أولا أكرر الشكر على اهتمامكم بهذه الموضوعات، وشكرا لأقرأ ولك يا أخ أمين على استضافتي في هذه الحلقات على جوانب السيرة. لكن هذه الأحداث نتعلم منها قضايا جوهرية في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة جوانب من السيرة، مثل الفتح العظيم، فتح مكة. عندما نأتي إليه سنرى دروس عظيمة مختلفة عما جرى في صلح الحديبية. غزوة الحديبية أصلاً لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصدها بغزوة، وإنما أراد أن يدخل مكة معتمر. ولهذا عندما رأى الرؤية في المنام اللي هي أصل تحركه في اتجاه مكة المكرمة، رأى الرؤية في المنام، رأى أنه صلى الله عليه وسلم دخل هو والصحابة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، وأنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت وأخذ مفتاح البيت لكي ورؤية الأنبياء أحق، فهو رآها ولذلك عزم على تنفيذ هذا الأمر. وسار صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنه يريد العمرة، فإذا في اتجاهه في الحديبية ما كان رغبة غزوة، وإنما كانت الرغبة في أداء عمرة. فرحوا الصحابة وخرجوا معهم، منهم ما كان معتمر وكان إحرامه في ذي القعدة، ومنهم من قال أنها حدثت في شعبان، لكن على أي حال هي في هذا الحدود. هنا نأتي أنه دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة ورغبته في الدخول إليها كلها جاءت برغبة في أداء العمرة وليس في حرب. ولذلك عندما جاء على مشارف مكة وحصل ما حصل، كان لوحظ أن شيء عجيب، أن الناقة التي تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بركت في مكانها، وجرت محاولات من الصحابة لإيقافها وتعبوا في إيقافها، فقال رسول صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي دعوها فقد حبسها حابس الفيل عند دخول مكة. هذا يؤكد ما ذهبتم له، بأنه كل ما يحدث في التاريخ النبوي كان من الله سبحانه وتعالى، ليس للرسول يعني يد فيه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يوضح إنما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر بيد الله عز وجل. لكن هذه الحوادث ترينا عظيم قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتصرف بحكمة وموضوعية، حتى أن الصحابة عندما رأوا الناقة بركت أرادوا أن يوقفوها بكل الطرق، قال دعوها فقد حبسها حابس الفيل، أي أن أبرع عندما قدم لم يستطع
أن يجبر الفيل على دخوله. إذن فهذا أمر رباني. ففي تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في جاء العمرة إلى مكة ودخل، فهنا حصلت الكارثة الكبرى. اضطروا للجلوس في 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 الحديبية. لا، هم الحين عندما دخلوا بلغهم الخبر أن قريش استعدت، أنهم لبسوا الدروع، إنهم أعدوا للحرب، والله لن يدخلها علينا محمد في مكة. فهذا كان الصلح أبرم في السنة الثامنة للهجرة. نعم. لكن في السنة الثامنة للهجرة أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه داخل، وكان معه حوالي 1400 من المهاجرين والأنصار مع بعض، وثم وصل إلى جعرانة أيمن. نعم. وعلم قريش بذلك، فجمعت قريش له جموع وجمعت مقاتلون لمنعهم، للمنع، وصدوه على البيت الحرام. ثم أرسل السهيل بن عمرو ممثلا عنهم ليكتب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، على أساس أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يبغوا يدخل مكة. ما يبغوا يدخل. ليه؟ قالوا إنما إذا دخل علينا تحدانا، وتكلمت العرب أنه دخل علينا عنوة وأذلنا، فلذلك يعني. ولذلك تجد القرآن هنا يسميها فتح، مع أنها لم تكن في الأساس غزوة ولم يتم فيها حرب، ولكن أراد الله بعلمه السابق أن تكون فتح، وفتح مبين. نعم. تحققت بعضه قضايا جوهرية ومهمة. ولذلك ينظر صلح الحديبية ينظر إلى أنها درس عظيم في الاتفاقية التي تحققت. مطالب قريش تريد منع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من دخول مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل، ولكن عندما منعوه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بصلح. وغضب بعض الصحابة رضوان الله عليه، منهم سيدنا عمر، كثير من الصحابة ما رضوا حتى يتحللوا من غير امتحان. نعم. لكن هنا يهمنا سيدنا عمر قال له، يعني كرجل تربى في مدرسة رسول الله، يا رسول الله على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ يعني ليه نتنازل لهم؟ إحنا قادرين ندهملهم، ليه نتنازل؟ من منطلق غيرته على الإسلام. الإسلام. نعم. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهون عليه وابتسم، ومن هنا تأتي رجاحة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال إلزم غرزك يا عمر، يعني مكانك، انتبه على حدودك، هذا رسول الله عليه الصلاة. أي إنما يتصرف بأمر الله. فالحديبية دروس، وري إنه رغم غضب الصحابة تحملهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعلموا ما يعلم. ولذلك استمر وبدأ في قبول اتفاقية الصلح، والسهيل بن عمرو تكلم ويطلب كذا ويطلب كذا، وهو يقول والله لا تسألني قريش اليوم أمرا فيه صلة رحم إلا أعطيته. لا إله إلا الله، رغم أنهم هم يعني داخلين عليه ويقتلون. أي خلق هذا؟ كان ممكن يقول لهم أطردوا سهيل بن عمرو، خلينا نسوي يعني بهذه الروح. فيعني قبل الصلح، يعني لما سيدنا عمر سارت ثائرة غيرة على الإسلام، كيف وافق في الآخر وكيف رضي؟ ما هو أصلا ما وافق، لكن لما جاله أبو بكر امتثل ووضح له أن هذا الرسول ما يتكلم بأمره، إنما هو أمر الله عز وجل. ولذلك القرآن سمى هذه الحادثة في الفتح، والفتح المبين. فسيدنا أبو بكر رجل يختلف عن فيها نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إن هذه الفتح حقا. نعم. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله رحمة للعالمين. صحيح. ولو كان دخلها عنوة، يعلم الله مقدار من الدماء التي ستسيل في مكة. نعم. وما ما سيحصلها. فلذلك قال والله هم لن يدخلها علينا عنوة، ولا تتحدث بذلك عن العرب، كبرياء وغطرسة. وذلك خرجوا بالأموال والنساء، حتى أطفالهم خرجوا معهم استعدادا للحرب، وجمعوا ناس معهم. ونفخ الشيطان في أنوفهم. هنا يحصل كما حصل في بدر، عندما وقفوا وقالهم أبو سفيان عندما نأتي الحادثة هذه، لقد نجت القافلة التي جئتم من أجله وانتهى الأمر. وأنا قالوا لا والله لن نعود حتى نرد ماء بدر وترقص القيان ونشرب الخمور ونعرف العرب أننا قد أذلينا محمد.
كلها كبرياء، الكبرياء والغرور، والله الكبرياء والغطرسة. نعم. حدثنا الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: الكبرياء وردائي والعظمة، الكبرياء وردائي والعظمة إزاري، فمن تردى بهما قسمته. لا إله إلا يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبل الكبرياء ويكره الغطرسة. من هنا نأتي نقول حديبية كصلح تحرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعمره، منعوه، امتثل صونا للدماء لأن الله أرسله رحمة العالمين. نصل إلى العقد اللي سار ما بين قريش وما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد الفاصل. إخوتنا أخواتنا، نواصل إن شاء الله بكم. أنس رضي الله عنه أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال: اكتب من محمد رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. صدق الهادي البشير صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا، ومرة أخرى نلتقي، ومرة أخرى نعود إلى رحاب معالي الدكتور محمد عبد اليماني. معالي الدكتور، يعني وصلنا إلى أنه بدأت كتابة الصحيفة ما بين قريش وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حوادث عجيبة حصلت أثناء الكتابة. يعني هي في حقيقة الأمر القضية ككل قضية هامة فيها دروس عظيمة. نعم. لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم وإشعاره قبائل العرب أنه يدعو إلى السلم ولا يدعو إلى الحرب، وأن الإسلام جاء بدين يدعو إلى الرحمة. صحيح. ولذلك كان من نتائج ذلك أن حصل كل ذلك الانقلاب عند القبائل، فدخلوا في دين الله أفواجا بعد صلح الحديبية، لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثبت أن دين الإسلام لا يدعو إلى حرب رغم عن جهية قريش. لكن نلاحظ هنا أن قرار النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله بتوقيع الصلح والعودة، رغم أنه كان قد أحرم و1400 صحابي معه قد أحرموا، هنا نأتي للسهيل بن عمرو أنه جاء من هناك ليمنع رسوله، ومرسول قريش يقول محمد: ترى ما تدخل مكة ولا نقبل تدخل مكة. صار الصلح، فوقعوا واتفقوا، والرسول صار قبل أن يعود المدينة ثم يأتي في العام الذي يليه لأداء العمرة. هنا نأتي أن انتهت فترة المحاورات، إذا بدأوا في الكتابة، فكان الذي يكتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، له دور عجيب في هذه، والسهيل يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب هذا ما اتفق عليه بين محمد رسول الله وبين قريش ومثلها. قال: قف يا محمد، قف يا علي، لا تكتب. لماذا يا سهيل؟ قال: لأننا لو آمنا أنك رسول الله ما صار هذه الدوشة كلها. أكتب محمد لذلك، ما نعرف رسول هذا الله بين محمد بن عبد الله الذي نعرفه، ما رسول الله ما نعرف اسمك فقط. إحنا أصلا لو نؤمن أنك رسول ما كان الدهم الذي كله حصل الخلاف. فرسول صلى الله عليه وسلم تبسم، قال له: أمحها يا علي، أكتب بينه. فالنبي يعني وهو بيشير لسيدنا علي، سيدنا علي رضي الله عنه كأنه استكثر
أن يمحو كلمة رسول الله. يعني ليس رفضا لكلمة رسول الله. لا مو رفض، لكن هو يعني قال كيف أمحو يعني كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاله سيدنا رسول امحوها يا علي. أخيرا تبسم ونظر في وجهه وقال أروني مكانها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فوضع إبهامه الشريف ثم مسحها وقال له يا علي ستسام بمثلها فتقبل. لا إله إلا الله. فهذه معجزات، أنه لما حصل في في فيما بعد المعركة بين سيدنا علي قال اكتب بين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. قالوا انتبه، لو اتفقنا أمير المؤمنين ما صار دوشة، أمحهم اكتب بين علي بن أبي طالب. قال لقد قالها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. الشاهد أنه لما كتبوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بسم الله الرحمن الرحيم ما قبلوا أن تكون. ليه؟ لأنه قالوا إحنا نعرف باسمك اللهم، لأنه هم يؤمنوا بالله طبعا. ما يعرفوا بسم الله الرحمن الرحيم من هو، لكن بسم الله الرحمن الرحيم نعم. هذا معناه آمنوا بالإسلام نعم. وهذا بسم الله الرحمن الرحيم نزلت مع القرآن، فقال وهي آية من آيات نعم. القرآن. فلذلك نلاحظ أنهم قالوا أكتب يا علي باسمك اللهم، هذا نعرف بما نعرفه نحن بما يعرفوه. إحنا ما نعرف بسم الله الرحمن، أي أنه استفزاز، ومع ذلك الرسول قبيلها لأنه رحمة، ولأن الله سبحانه وتعالى أصل رحمة العالمين، ورغبة أن يكف البلاء عن مكة ويمنع أي صدام قد يؤتي يعني شر الحوادث وقتل عند البيت الحرام. مضمون الصحيفة إيش؟ يعني إن هو أساساً إنه يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولا يدخل مكة، المهم عندهم إنه ما يدخلها الآن، وهم محرمين. نعم، وأنه يعني في أساسها شروط دقيقة، يعني ما يتسع الوقت الآن لشرحها كلها، لكن شروط أساسية اتفق عليها بين قريش، أهمها في هذا الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود المدينة، وأنه يعود في العام القادم، يعني يسمح له بالعمرة، ولكن هذا الصلح على أساس أسس أساسية، منها أنه إذا جاء إنسان فار من قريش رسول الله يعيد لهم، وإذا جاء واحد فار من رسول الله إليهم لا يعيدوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا يفر منا ما نبغاه، وما دخل الإسلام إلا طواعية، وما ما أكرهنا أحد لا يكرهها في الدين، فإلا يجي شارد مننا مع السلام ما نبغاه. مع أنهم هم حرصوا على أنه ما يشجعوا من يهرب منهم إلا أن يردوه. عمق عجيب، طال عمرك في الرحل دعوة وصول دعوة كذلك حددوا اتفاقية بين أنه في احترام للقبائل التي تدخل في حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقبائل التي تدخل في حمى قريش، وأنه لا اعتداء، وأنه كل إنسان يحترم حقوق الآخر. هذه الصحيفة وهذه اتفاقية الصلح في حد ذاتها لو نظرت علينا لأثبتت فقط أن الحرب ليست غاية في الإسلام، صحيح، وإنما هي لرد العدوان من اختبار النبي صلى الله عليه وسلم رجوع. معركة من المعارك الكبيرة في بدر وفي كذا، ذكرنا كيف صار وكيف أن الكبرياء هي التي قادت في نعم. في هذا نعم. كل هذه الأمور ترينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتصرف بأمر الله سبحانه وتعالى. هنا في موقف عجيب طال عمرك للمرأة في الإسلام نعم. في الحديبية، الموقف هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور كان يعتبر المرأة جزء أساسي من حياة الأمة، احترمها. خديجة بنت خويلد لما وقفت معه احترم أم سلمة، احترم عائشة، احترم حفصة، كلهم، وحتى من أتينا له لسؤال احترمنا، من أبدينا رأي من آراء. لكن في هذه الحادثة لما أعلن اتفاقية الصلح بعض الصحابة تمهلوا في أنهم لأنهم محرمين في أن يعني هو أمر بأن يتحللوا من إحرامه وأن يذبحوا الهدي اللي جابوه، خلاص انتهوا عنده. ولكن بعضهم كأنما هو إيه رغم حبه لرسول الله ورغم لا زال في نفسه كيف أتحلل من إحرامي وأنا ما رحت، ولكن بعضهم قدم الطاعة، قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أدري، لكن بنفس البشرية نعم. في ناس. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت إلى المكان، خيمة نعم. كانت خيمة مكان بيته،
وكانت أم سلمة هناك فبيقول قالت له شوف المرأة العاقلة الكريمة، قالت له طيب أخرج أنت وأبدأ، أنت أخرج برا أحلق أنت القدوة وأنت يعني أذبح حد. فخرج فإذا الجميع خلاص ما تردد حلق وذبح برأي امرأة من أم المؤمنين سليمة الرأي وقبوله صلى الله عليه وسلم واحترامه لرأي الآخر واحترامه لها، لم يقل أنها امرأة لا أقبل كلامها، بل احترمها وقدرها ودعا لها، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى على فمها هذا الكلام الطيب. إذا فالمرأة كان لها دور أساسي. وكلما رجعت أنت تاريخ الإسلام تجد أن هناك نساء كان لهن مواقف من أمهات المؤمنين ومن غير أمهات المؤمنين في مواقف حربية في مواقف بدنية في أشياء كثيرة، لكن مرد الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الذين تعلموا منه يسيرون على نفس الهدى. الموقف حق المرأة اللي وقفت في المسجد لعمر طبعا. هذا يدلك إيه؟ يدلك على أن هؤلاء من مدرسة رسول الله. فأنت بتقول الآن المرأة هذه، المرأة دي ما هي عادية، إنما رأى سيدنا عمر الخطاب أن الناس غالت في المهور وكذا، فأراد بسلطته كخليفة أن يوقف هذا الأمر وأن يقول الناس إنكم إذا غاليتم في المهور الشباب يعني عضلتموهم ووقفتم الزواج، وبالتالي لا يستطيع كل شاب أن يتقدم، فقرر أن يخفض المهور. وهذا رأي الخليفة من حقه. نعم. الإسلام أعطاه هذا الحق أن يجتهد فيه في 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 مشاكل تحدث في في قضية فقهية، ومن أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رغم أنه هو سيدنا عمر كان إذا حزبوا أمر يقول ابحثوا عن أبا الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه كان في على فقه شديد. فلما دخلت المرأة فوسط النشيد هو قال يا قوم إني أنا عزمت على أن أقوم بتخفيض المهور وتحديد المهور. الحادثة تدل على أن السيدة كانت في المسجد، معناه ما كان يمنعهن مساجد. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا كانوا موجودين. ونلاحظ التالي إنها كانت في المسجد وفي في عهد الخليفة الثاني، بمعنى أنه يعني ما كان في تحريم لدخول المرأة، ومات الرسول عليه السلام ومات أبو بكر. نعم. ما حرم دخول المرأة. نعم. واحترام المرأة. نعم. بوقارها وبالتزامها بحدود الله ماذا قالت المرأة؟ فهي المرأة لما رأته الصحابة كلهم سكتوا. ليه؟ لأنه هذا يتكلم عمر الخطاب الخليفة وما يقوله صحيح بالنسبة للمهور، وكلهم لاحظوا أن الشباب يشكو من ارتفاع أسعاره. وهذا ما نشكو منه الآن. ففجأة مرأة وقفت بشر قالت يا ابن الخطاب وأين تذهب بالآية فإن آتيتم إحداهن قنطارا؟ يعني كيف أنت اجتهاد يكون في غياب الآية القرآنية أو النص الحديث النبوي أو فأنت الآن في آية ما لك اجتهاد؟ ونزل الاجتهاد يكون لما ما يكون في نص قرآني. الآن في نص قرآني فسكت والناس تنظر في المسجد وهو على المنبر. نعم. وهي أمامه، معنى أنها كانت تناقشه وهي أمامه. نعم. معنى احترمها كعضو في المجتمع وكعضو. فالتفت إلى الناس وقال يا قوم أصابت امرأة وأخطأ عمر. شوف هذا التراجع وهذه القدرة على الشعور بأن من حق هذه الإنسانة أن تقول، ما دامت تقول حق وما دامت تبدي رأي حق فإذا من واجبي أن أحترمها. نعم. فإذا صلح الحديبية. نعم. لوحده درس وقضايا جوهرية في حياة الأمة، نتمنى أن توضع في مناهج الدراسة على ضوء القصة والحوادث التي جرت فيها. نعم. والعظات التي تؤخذ من هذا المنهج. نعم. طويل العمر، وإحنا يعني في لحظاتنا الأخيرة من البرنامج، سامحنا الحقيقة على يعني قصر الزمن، ولكن ندعو الله معكم في دعاء. اللهم سبحانك يا من نصرت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحانك يا من أردت أن يكون صلح الحديبية فتحا عظيما، فكان هذا الفتح الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منصورا مرفوع الرأس مع صحابته الكرام البررة
ودخل البيت آمنا مطمئنا وأسقط كل تلك الألوان من الأصنام إلى الأوثان وثبت عرى الإسلام وطاف بالبيت الحرام. اللهم يا رب في هذه اللحظات التي نستذكر فيها فتح مكة نسألك يا رب أن تفتح على عبادك المسلمين وأن تردهم إليك وأن تنصرهم بنصرك المبين. اللهم أعذنا إلى كتابك وسنة نبيك سيدنا محمد وعلمنا كيف نعود إلى هذه السيرة وأن أثبتنا على الإيمان والعمل الصالح يا أرحم الراحمين. إخوتنا أخواتنا غدا نلتقي إن شاء الله مرة أخرى وفي رحاب معالي الدكتور محمد عبد اليماني. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والروضة الغناء فيها الطهر والكرم هنا المقام هنا الحطيم حيث الجرح يلتئم هنا حنيات البيت وكل الخلق تلتئم وممسكون بباب الله ملتزم حيث الخطايا كل الذنب يغتفر يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة يا واسع الجود والكرم.